جماعه اليوم عندنا فيديو مره مهم لانه واحده من اهم الاشياء لما الاشياء تطلع بشكل مجنون هي فين لازم ناخذ الارباح متى لازم تبيع البيتكوين ومتى لازم تبيع العملات البديله هذا هو اللي راح نتكلم عنه اليوم فخليكم معنا راح نتكلم عن البيتكوين راح نتكلم عن الايثيريوم والكاردانو على المدى القصير كمان فمرحبا بكم مره اخرى اسمي منصور أقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقميه كل يوم واعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناه سوي سبسكرايب وفعل الجرس الآن، وجماعة إذا عايزين تدخلوا السحب على 75 دولار راح نعمل السحب كل يوم اثنين وكل اللي عليك تعمله هو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشوف الفيديو علشان تعرف سؤال الفيديو وتجاوب عليه وتحط عنوان اليو اس دي تي في محفظة البايننس، والعنوان دائما يبدأ ب 0 اكس، وهذا شيء مهم لأنه العنوان المقبول فقط هو عنوان اليو اس دي تي في محفظة البايننس وبالتوفيق للجميع، طيب خلونا نبدأ في البيتكوين وزي ما تشوفوا تقدروا تشوفوا إنه كل شيء شكله جيد الآن للبيتكوين حصلنا على تماسك هنا تقدروا تشوفوا إذا نزلت الخط البرتقالي هنا شوية تقدروا تشوفوا الدعم القوي ولكن بشكل عام المنطقة هذه كلها مسكت السعر بشكل ممتاز والآن طلعنا إلى هذه المنطقة هنا ولنقدر نشوفه إنه طلعنا إلى مستوى 60 ألف دولار وهذا شيء جنوني يعني تخيلوا الناس لسه يقولوا عن هذا إنه هذا Dead كات Bounce والناس لسه يقولوا إنه راح ننزل للعشرين وهذا شيء مجنون ولكن ما علينا أنا لسه عند رؤيتي من أول ما نزلنا إلى 30 ألف دولار وقلت إنه هذا المستوى 30 ألف دولار هو القاع وإنه إحنا راح نطلع من هذا المستوى وبالفعل طلعنا والآن الأشياء شكلها جيدة طيب إيش اللي لازم ننتبه له الآن في البيتكوين على المدى القصير طيب نشوف إنه عندنا الخط البرتقالي هنا عند 61200 وبعدين عندنا الخط الكبير اللي بعده عند 63200 دولار وتقدروا كمان تشوفوا انه على فريم الاربع ساعات نزلنا واختبرنا هذا الخط كدعم وكل شيء الان شكله جيد في البيتكوين وكل شيء يمشي على حسب الخطه طيب بالنسبه لصفقتي في الايثيريوم اخيرا البيتكوين حصل على ارتفاع كبير هنا وزي ما قلت امس زي ما تعرفوا صفقتي في الفيمكس تقريبا امس او قبل امس كانت الارباح 5000 دولار وبعدين نزلت الى خساره وشرحت ليش قررت التمسك بهذه الصفقه و ليش ما اطلع منها قررت اني اتمسك بالصفقه لانه زي ما تعرفوا انه انا متوقع طلوع كبير في البيتكوين وكالعاده تقدروا تتابعوا صفقاتي وانا مش فقط اتكلم عن صفقاتي ولكن انا اوريكم صفقاتي وكل اللي اعمله على القناه هنا واذا انتم تابعيني على تويتر امس شرحت وكتبت انه الصفقه فيها ارباح جيده بنسبه 100% على صفقه اللفرج هذه وانه انا كنت على وشك اني اخذ الارباح والان اكيد ان المقاومه عند أرباح ألف دولار ولكن عايز اوضح شيء هنا وشرحت هذا الشيء امس على تويتر وقلت انه لما اوريكم انه المقاومه عند 4000 دولار واقول اني راح اخذ الارباح عند هذا المستوى ما اقصد انه انا راح اخذ الارباح عند هذا المستوى تماما تقدر تاخذ الارباح قبل المستوى بشويه وكمان تقدر تاخذها تدريجيا وفي خيارات اخرى كثيره وقلت انه ربما راح اخذ نص الارباح هنا عند هذه المنطقه وراح اخذ النص الباقي في خلال الطلوع الى هذه المنطقة هنا فلما تأخذ الأرباح عند 4000 دولار لا تأخذ بالضبط عند 4000 دولار إذا المقاومة هنا تقدر تأخذها تدريجيا أثناء الطلوع إلى المقاومة وبالنسبة لي أنا قررت أخذ أرباح هذه الصفقة لأنه ببساطة أمس كنت بروح أنام فقررت أني أقفل هذه الصفقة والآن حصلنا على خمس صفقات متتالية مربحة يعني شفتوني أعمل خمس صفقات مربحة على هذه القناة في خلال الأربعة عشر يوم الماضية وكل هذه الصفقات القصيرة كانت مربحة والان راح ننتقل الى الصفقة القصيرة القادمة وتذكروا انه هذه فقط مجرد صفقات قصيرة وراح ابلغكم باعدادات الصفقة القادمة واذا انتم عايزين تحصلوا على هذه التحديثات فتاكدوا من الاشتراك وتفعيل الجرس الان. طيب بالنسبة للكاردانو الكاردانو لسه يمشي باتجاه جانبي وهنا لازم تكونوا مجهزين لانه الإيثريوم والكاردانو وجميع العملات البديلة اتمنى انه انتم قدكم مجهزين محفظتكم لانه لما يبدا البيتكوين بالطلوع وبعدين يستقر راح تشوفوا ارتفاعات مجنونه في العملات البديله والان البيتكوين بولش بسبب الاخبار والاشارات الايجابيه هذه مثل انه راح يتم الموافقه على الاي اف واتوقع انه احتمال كبير انه هم راح يوافقوا على الاي اف وهذا بولش في سوق البيتكوين وتقريبا هذا هو سبب الطلوع الان طيب الان عايز اوريكم مجموعه من تشارتات التك وهذه التشارتات مرة جميلة والتشارت الأول هو إذا قارنت سعر الذهب من السبعينات إلى الآن وقارنته مع سعر البيتكوين وزي ما تعرفوا أنا كلمتكم عن هذا التشابه أو عن هذا المؤشر تقريبا قبل فترة ولكن نشوف أنه سعر البيتكوين يمشي بنفس المسار اللي مشى في الذهب والآن ايش هو السبب المنطقي اللي خلينا نقارن سعر الذهب من السبعينات الى الان ونقارنه مع سعر البيتكوين هو انه حركة الذهب تمشي بشكل بطيء جدا مقارنة بسعر البيتكوين وهذا بصراحة تشابه مخيف جدا يعني شوفوا هذا التشابه الكبير بين سعر البيتكوين ومسار الذهب من السبعينات الى الوقت الحالي نشوف انه ماشي بنفس الاتجاه وبنفس السيناريو طيب في شيء اخر عايز اتكلم عنه هو فين راح يكون القاع اول ما نبدا نحصل على الطلوع الكبير ويبدا البيتكوين بالانخفاض طيب اذا شفنا القيعان السابقه نشوف انه هي كانت بين مستويات الفيبوناتشي 1.486 و1.618 فاذا رسمنا الفيبوناتشي آه من اول دوره هنا الى القاع هنا نحصل على مستوى الفيبوناتشي هنا في الاعلى وكان هذا هو القاع بعد ما حصلنا على الطلوع الكبير في 2013 طيب نفس الشيء كمان هنا نرسم الفيبوناتشي في الدورة السابقة من القمة إلى القاع ونحصل على مستوى الفيبوناتشي هنا ونشوف إنه هذا كان القاع في 2017 وإذا عملنا نفس الشيء ورسمنا الفيبوناتشي من الدورة السابقة إلى القاع نحصل على مستوى الفيبوناتشي هنا واللي هو القاع في عام 2021 واللي احنا الآن نعتبر في القاع اعتمادا على هذا التشابه فراح نحصل على طلوع كبير وبعدين نرجع إلى القاع اللي هو المنطقة اللي احنا فيها الآن اعتمادا على هذا التشابه ولكن هذا فقط مجرد تشابه ومش شيء أكيد مئة في المئة ولكن هذا يعتبر شيء مثير بصراحة فالآن فين لازم ناخذ الأرباح طيب شوفوا في البيتكوين عندنا تشابه مرة مرة, مرة مهم كمان هنا إذا شفتوا اس RSI هنا تقدروا تشوفوا أنه البيتكوين والـ RSI يتبعوا نفس النمط فأول ما نطلع إلى الخط الأخضر هنا وإحنا في بول ماركت تقدروا تشوفوا أنه نطلع إلى هنا ونحصل على القمة أول ما يطلع اس RSI إلى الخط الخط الاخضر هنا وانا راح اقول انه احنا الان 90% في الار اس اي لانه الخط منحرف شويه زي ما تقدروا تشوفوا هنا 100 واذا مشينا مع هذا الخط نقدر نشوف انه منحرف ونازل شويه واعتمادا على هذا التشابه راح يكون القمه عند 90% ولكن بغض النظر خلونا نشوف هنا لمسنا او ضربنا الخط الاخضر هنا وهذا كان القمه في 2011 وبعدين دخلنا في بير ماركت في 2013 أول قمة كانت هنا طلعنا للخط الأخضر وهذا كمان بول ماركت ذو ارتفاعين وبعدين حصلنا على القمة الثانية هنا لما وصلنا إلى الخط الأخضر هنا في الـ RSI في 2017 وصلنا أو ضربناها هنا وصلنا للقمة والآن في عام 2021 وصلنا للقمة هنا والآن إذا قدرنا أن نوصل إلى الخط الأخضر هنا مرة ثانية فأعتقد إنه السعر راح يوصل إلى هنا إلى سعر تقريبا خلونا نقول من مئة ألف إلى 200000 ألف بين هذه الأسعار طيب فهذا تلميح أو إشارة جيدة في البيتكوين لأن تذكروا أنه أول ما يوصل البيتكوين للقمة في العادة نحصل على ارتفاع العملات البديلة بعد قمة البيتكوين بعد أسبوعين فبشكل عام قمة العملات البديلة تكون بعد أسبوع أو أسبوعين من قمة البيتكوين طيب وراح أخليكم على إطلاع بهذا الشيء وهذا شيء لازم تكونوا منتبهين له الآن علشان تعرفوا فين لازم تأخذ الأرباح ولكن كالعادة راح اخليكم على اطلاع بهذا الشيء ما راح فقط اتكلم عن هذا الشيء واسيبه ولكن راح ابلغكم لما نكون قريبين من هذا الخط الاخضر طيب جماعة هذا كان كل شيء عندي اليوم شكرا جزيلا للمشاهدة وبشوفكم في الفيديو القادم